مريم، ألف سلامة عليك. الله يسلمك. انت اللي جابك؟ هو انت متضايق ان انا جيت؟ لا طبعا، بس انت خدتي العنوان عشان تبعتي ورد، كنت عارف انك جاية يعني. ايوه قلت اطمن عليك يعني. مريم، هو انت بتروحي الرجالة للبيت عادي كده؟ ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، بس انا عارفة ان شيماء هنا وطنط يعني. سوري يعني لو ضايقتك. لا ما فيش مضايقة ولا حاجة، انا مبسوط طبعا انك جيتي وشفتك وكل حاجة، لكن للأسف مش هقدر أقولك اتفضلي، ماما وشيماء نزلوا من شوية. أوكي، لا ولا يهمك خالص، معلش ما تزعلش. تمام، آسف. طب أنت نازل الشغل إمتى؟ يعني يومين كده أنا بتحسن، بس طبعاً هنزل معاك دلوقتي أوصلك، أنا مش هقدر أسيبك كده تمشي لوحدك. لا لا خالص، تنزل فين؟ خليك أنت مرتاح، أنا هنزل لوحدي. لا لا، انزلي استنيني دقيقتين تحت، أنا هجهز وأنزل. طيب سلامتك، مش تأخر عليك. أوكي، باي.